هنعمل عيش بالبطاطس بطريقه كده لطيفه جدا. هي عباره عن ايه؟ بطاطس مسلوقه او مهروسه او مبشوره، 2 بيضه، يعني دي حوالي كوبايه مثلا، خلاص دي حوالي كوبايه من البطاطس المسلوقه المهروسه، 2 بيضه، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، فانيليا، معلقتين من الزبده، وهاخد دقيق للعجن يعني حسب ما تاخد معايا، وهاخد كمان جبنه موتزاريلا وفيها شويه لبن كمان او ميه، ما يجراش حاجه. بص هاخد كده معايا هنا البطاطس، هحطها في العجان او على ايديكي او على اي مضرب او حاجه. بصوا كده، ادي كده كوبايه البطاطس المسلوقه، ما حطيت عليها معلقتين من الزبده. هنا الاساس بقى البطاطس، ماشي، بكتر على اساسه الدقيق زي ما يطلع معايا. فعندي هنا كوبايه بطاطس مسلوقه مهروسه، عليها معلقتين من الزبده، عليها 2 بيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. فانيليا، كيس او 2 فانيليا، حاضر، معلقه سكر، معلقه خميره، شويه من اللبن او الميه، معلقتين كده حاجه صغيره قوي يعني. بصوا كده نحط ايه، قولي كده ربع كوبايه، ربع كوبايه يتخلطوا، وابدا ازود الايه الدقيق شويه شويه، اجيب رشه الملح بس كمان، ماشي، وافضل ازود الدقيق شويه شويه لغايه ما تديني عجينه، هي كده كده هتلزق ما فيهاش مفر، بس عجينه متماسكه. خلاص هوطي كده وابدا اضيف الدقيق شويه شويه، بقت بالشكل ده وبتلزق زي ما قلت لك، هتبقى بتلزق في كده. نعمل ايه؟ نبل ايدينا بالزيت كده كويس، هي هتلزق لان هي بطاطس وبيض، وحطيت الدقيق لغايه ما ايه لمت معايا عجينه بالشكل ده. ابدا كده ايه اعملها كده، وافردها كده، لازم ايديا كلها زيت كده، ماشي، واحط لها جبنه واضغطوا عليها كده، احطها كده تاني زيت في ايديا عشان التلزيق بتاع البطاطس والبيض. هي كده كده. بصوا كده بقى، انا عملت القرصه اهي، هسيبها تخمر، لازم اسيبها تخمر وبعدين ادخلها الفرن، وفي خميره فانا خلصتها واسيبها تخمر كده شويه ادخلها الفرن.